أنتم الآن مع خبايا الموسم. عبد العزيز فارد دهان، أهلا بكم ببرنامج الموسم. نبدأ؟ الله الشباب ما شاء الله، اليوم حلويات جزائرية. تعرف أنواع الحلويات الجزائرية؟ تعال أوريك. هذه حلويات صنع البيت، هذا اسمه المقروط في الجزائر، وهذه هي اللي الورطة، مشكلة ما أعرف أسميها. هذا بالعسل المشوك ولا المشبك، وهذا لو تمسه يذوب في الفم، هذا يذوب على طول. أنا مالي فيها شقاش عليا مني، أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيها شقاش عليا مني، أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيها شقاش عليا مني، أقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. مني أشى عليا وأنا عبد مملوك، والحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك. إيش بجاه؟ إيش وقت؟ ها؟ والله في الحقيقة يا إبراهيم، يعني مشروع هذا مشروع قوي. إيش أقول لك؟ إيش أقول لك؟ صدق؟ ها؟ ما أدري. الله ما ندري شو بقول. هاني تلف شوي لفة. كذا. أيوه. إبراهيم. بالغ. حقيقي كذا؟ طب وشو انت بتسوي معي لقاء؟ ما ادري شو. شوف يعني الفول السوداني واللوز يعطي هذا الشكل. طيب هذا والله هذا في الجزائر يعني تقريبا معناها، انا نسيت ايش قالت لي لها زوجتي ذي. لانك اذا لمسته اول ما تحطه في الفم يذوب، فيقول لك يعني عارف ان دربه. عارف دربه ذا. عرف ابو عمر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه. 3 2 1. السلام عليكم. فائدة اليوم عن الابتسامة. أنا فاهم. أنا تبسمك صدق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. عن الابتسامة. حلويات حلويات. والله أنا جدا مستمتع أن أسوي اللقاء معك. من أين أبدأ؟ من أين أنتي؟ الله يسلمك. هاني نخش على طول. خش هاني. أنت تحس أو تشعر أنك أخذت حقك في الإعلام، ولا أعطوك أكبر من حجمك، ولا باقي عندك ولسه ما أعطيت الجواب؟ الأرض. وش أي سؤال أجاوب الحين؟ كلها مع بعض. والله سؤال مفاجئ، ما لقيت إلا هذا يسألني. والله أنا صراحة أنا ماني مرتب، لكن الشيء اللي في ما أدري. ما أدري، لكن أشعر أني ما يعني ما قدمت كل ما أريد، وبرغم يعني الفترة الطويلة أشعر أني ما قدمت شيء. هذه تحتمل إجابتين، يعني هل أنه ما تقدر ولا أنه ما أتيحت؟ ربما تحتمل الثنتين. والله كل الشباب زاد والله شوي حرام عليك وربي لكم في وجه ايش علي علي خمسه جيب الجوال عارف شو بتسوي وش بسوي حلفت حلفت بالحلف لو بالله والله صح طيب بسرعه هات بشرب واشرب شفت راح اعطيك اياه والله اعطيك اياه والله حلف ايش والله لا تعطيني اياه والله الان هوا شباب اي والله بس بعد ما سويت هوا يا ربي والله كل الشباب سويت لهم زي كذا صح ولا لا ابراهيم مدرسه الموسم الاهليه مدارس الموسم الاهليه تعز وتقدر مين من الشباب وكلهم على مرتبه واحده بالنسبه لك والله كل الشباب لكن في ناس يعني يميل لك القلب وقلب. والله ما في ابراهيم انت احد الناس اللي يميل لهم القلب لا 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 أهات يا مخرج وكل الشباب اللي بدأوا معي يعني في الإعلام وفي الصراحة كلهم سهيل وليد سامي الجار الله كل هؤلاء لهم يعني معزة وتقدير في النفس
الموسم كذا هو. لحظة. احنا فزنا، اهم شيء ان فزنا عليهم. هذه ما هديه سفيان، هذه ما هديه، وبعد الهواء فزنا حقت لعبه بس حقنا لعبنا. شوف بعدين 6 اكس، شوف 6 اكس بعدين. العيال ما قصروا، جبنا الكاس، اهم شيء البطوله، واخذنا ميداليه الذهبيه، والوعد ان شاء الله باذن الله تعالى في كاس السوبر. اذهبوا وتمتعوا وافرحوا، ليعلم يهود ان في ديننا فسحه. فالترفيه جزء من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وامر ايضا بادخال الفرحه على أهل البيت ليتم من الله عز وجل النعمة علينا أجمعين. لكن لا تطغى مسألة الترفيه على مسألة الاستفادة بإذن الله. تكلم كثير وفزنا عليه، وفي النهاية فزنا عليه، والهدف هدف أحلى هدف، بالله عليك ثاني بعدين هدف دقها معا يا سلام عليك. الأخ يا ليتنا سجلناها، راحت. بس في صوت هنا، في صوت هنا ترى طالع. شاركوا معنا في هاشتاج خبايا الموسم. نقاطي المضيئة في حياتي أن أقف أنا وإياك يا شيخ. حرام عليك، حرام أنت عليك. رمز. أنا والله، لا والله مبسوط. لا والله أنتم والله لي الشرف، الجهد اللي تسوونه يعني يا رجل والله يعني هدية قدمتموها لي أني أدخل معكم. بالعكس إحنا اللي متشرفين يا حبيبي. الله يكرم يا سيدي. الله يا سيدي. أنا عبد الملك أحمد العمر مجداوي من عام 25، سعيد باستضافتي اليوم من فريق نبراس، فرحوني بلقاء الشباب صراحة، وأبناء أختي عبد العزيز القحطاني وسلطان القحطاني، وأشكر المجد على هذه الاستضافة.